بدورها تعمل أمانة عمان على تهيئة أرضيات الشوارع، ممرات المشاة، الشواخص المرورية مع قرب تفعيل العمل بقانون السير الجديد. سنتحدث أكثر عن ذلك مع المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري. أهلا بك معنا سيد محمد. نريد أن نعرف ما هي استعداداتكم في الأمانة على الطرق مع قرب دخول قانون السير حيز التنفيذ. نعم ستي، أول شيء مساء الخير إليك ولجميع الزملاء العاملين معك ولجميع الأخوة اللي عم بيسمعونا. أهلا بك. سيدتي، الإشي اللي تفضلتي فيه هو عبارة عن ديلي وورك لأمانة عمان، أو هو عبارة عن عمل يومي لأمانة عمان الكبرى، سواء كان لكنكم كثفتم الآن هذا العمل. نعم صحيح، هي أعمال يومية، سواء تخطيط ممرات المشاة، إنشاء جسور المشاة، توفير ممرات آمنة للمشاة على الطرق التابعة لأمانة عمان الكبرى، تركيب إشارات المشاة اللي الآن صارت موجودة ومنتشرة جوا عمان، مثل شارع الملك راني العبدالله، شارع الشهيد، شارع ناصر بن جميل، ايضا تخطيط الشوارع، تحديد المسارب، الطريق الطرق، جميع هذه الاعمال هي اعمال اعتياديه تقوم بها امانه عمان الكبرى. الان احنا بموضوع، خلينا نحكي بتكثيف الاعمال حاليا. بتعرف احنا عم نستعمل ادهان، فمواد الدهان بعض المرات قابله ادهان نتيجه ارتفاع درجات الحراره المعينه والتصاق الاسفلت بعجل المركبات، ممكن بعض مرات اجزاء من هذه الممرات انها تتغطى او كذا. فأعمالنا لإعادة الدهان ومرات المشاة الآن احنا نستغل فترة الصيف، لأنه فترة الشتاء بكون عندنا صعوبة بأعمال الدهان لأنه درجات الحرارة بتكون منخفضة، لكن زي ما حكيت لك هي أعمال يومية بتقوم بها أمانة عمان الكبرى، وإحنا الآن بمرحلة تكثيف هذه الأعمال على أساس إن شاء الله قبل بداية تطبيق هذا القانون نتأكد إنه جميع مرات المشاة وجميع الوسائل الخاصة التعريفية الخاصة بمرات المشاة كلها تكون مجهزة على أرض الواقع بشكل كامل. طيب سيد محمد، هل من تجديدات معينة جددتموها أو إصلاحات لربما عملتم عليها في طرق محددة كان لها النصيب الأكبر للأسف من الحوادث في يعني فترات ماضية، وإذا كان ما هي هذه الطرق؟ يعني أنا مثل ما حكيت لك في البداية، هذه الأعمال اللي احنا نشتغل فيها هي أعمال تقوم بها أمانة عمان الكبرى ما قبل إقرار قانون السير الجديد. منو الاهتمام كثير لمواقع اللي بكون فيها تردد عالي لحركة المشاة، مثل وسط البلد، المواقع التجارية الصوفية، جبل الحسين وصويلح، أيضا الطرق الرئيسية، التشيك على إشارات المشاة كاملة، جسور المشاة اللي موجودة. هدفنا بأمانة عمان الكبرى بما يعنى المرور أو إدارة العملية المرورية داخل العاصمة عمان هي بداية رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التي تدفع لأمانة عمان الكبرى، وأحدى هذه العناصر سيدتي هو توفير ممرات آمنة للمشاة بالإضافة للحفاظ على الانسيابية المرورية داخل العاصمة عمان، لكن هو السبب أو الهدف الرئيسي لنا رفع مستوى السلامة المرورية على جميع الطرق التي تدفع لأمانة عمان الكبرى. هل لديكم رؤية مستقبلية لربما بتغيير بعض المحاور أو الميادين في بعض المناطق الاستراتيجية في العاصمة كتحويلها إلى إشارات ضوئية أو العكس كما شاهدنا في مرات سابقة؟ نعم صحيح، هناك مجموعة من الحلول المرورية اللي بتقوم فيها أمانة عمان الكبرى، الهدف منها تنظيم وإدارة العملية المرورية داخل العاصمة عمان. إلنا الآن مشاريع على شارع نور سلطان بايب باتجاه دوار المشاغل، ويعني المقطع المبتد من إشارات مدخل طارق باتجاه دوار المشاغل، هناك أعمال توسيع على الطريق لفصل المسرب اللي بيجيني من يجوز باتجاه دوار المشاغل ما يتم ربطه بإشارة ضوئية ويكون هو مسرب حر. في عندي أعمال راح تكون إن شاء الله على دوار المشاغل خلال الفترة القادمة، في عندنا أعمال على دوار الشميساني رح يتم تنظيم الدخول للدوار بإشارات ضوئية، أيضا هناك أعمال على جسر الملك زين وتقاطع جسر الملك زين أو شارع الملك زين مع شارع المطار، عدة مشاريع رح تكون داخل العاصمة عمان، الهدف منها زي ما حكيت لك رفع مستوى السلام المرورية بهذه المواقع، وأيضا نحاول نرفع مستوى الانسيابية المرورية أيضا على هذه المواقع وعلى هذه التقاطعات. ليتروا أن إن شاء الله إحنا عم نشتغل الآن على موضوع منظومة المرور الذكي داخل العاصمة عمان أو الإدارة الذكية للمرور داخل العاصمة عمان، وهو أحد متطلبات المدن الذكية. قطعنا فيه شوط كثير كبير، هذا يعتمد على الرقابة الآلية داخل العاصمة عمان، وأيضا لوحات الرسائل المتغيرة والبي ام اس اللي بتبث الرسائل المتغيرة أساس يكون هناك معلومات عند إخواننا المواطنين لحالة الطرق داخل العاصمة عمان، وين أسهل طريق ممكن هو يمشي فيه، بالإضافة لضبط إيقاع العملية المرورية داخل العاصمة عمان، والأهم من ذلك أيضا هو توفير معلومات إحصائية بتفيدنا بالدراسات المرورية لتوفير انطباع لإيجاد الحلول المرورية على الشوارع والطرق والتقاطعات التابعة لأمانة عمان الكبرى.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان المهندس محمد الفعوري.